معك سيد هادي الموسوي، ما جرى معك من اعتقالك وتم الإفراج عنك من قبل السلطات الأمنية، كيف تصفه؟ يعني لأنه في هذا السياق النظام في البحرين يقول بأن الأمن يستخدم الحد الأدنى من الإجراءات، هل ما جرى معك يتوافق مع هذا الكلام؟ يوم أمس تفاجأت حينما كنت واقفا مع شخصين، ما يعني أننا أقل من 5 أشخاص، بعد أن تم فضل يعني الجماعة بالقنابل الصوتية التي تعرضت 3 نساء إلى إصابة لأنهم رموا القنابل الصوتية بالقرب منهم. انفضل موجودون وبقينا واقفين. جاء لنا شخص وقال أنتم مأمورون، نحن مأمورون بالقبض عليكم لأنكم محرضون. توجهنا إلى المركز، أخذوا محتوياتنا أو يعني المقتنيات التي معنا، وأخذنا بعدها إلى مركز آخر. في أثناء أخذنا للمركز الثاني يعني أخذونا في سيارة، وكانت الكاميرا تشتغل تعمل يعني كاميرا الفيديو حتى تبدو أن هناك لم يتم التعدي علينا أو ضربنا أو ما إلى ذلك، برغم من أن أحد يعني النقباء يقول لا تغلقوا الكاميرا، ونقيب آخر قال هؤلاء ليسوا مهمون، أغلق الكاميرا، لا يهمنا سلامتهم ولا يهمنا شيئا ولا يهمونا. وبعد ذلك قال أغلق المكيف في الجهة الخلفية، وكأنما هناك صراع حتى في طريقة التعاطي مع الأفراد حينما يتم القبض عليهم. اتهمت أنا شخصيا بالتجمهر والتحريض على كراهية النظام، وأنكرت الأمرين لأنني لم أكن متجمهرا حينما تم القبض علي، لأنني كنت في مع شخصين آخرين ولم نكن 5 في واقع الأمر. إذن تهمتا التجمهر والتحريض على النظام. ولم أحرض أحدا على كراهية النظام، لأنني أعتقد أن النظام يكفينا عبالة هذه المهمة، لأنه هو من يقوم بالتحريض على كراهيته بكل أساليبه، فلماذا نتحمل أسية وتوابع التحريض على كراهيته وهو يقوم بهذا الواجب في كل يوم وفي كل سيد هادي الموسوي، يعني برأيك البلاد لا تزال تعيش تحت وطأة كما سماها طبعا المراقبون ليس نحن، حالة السلامة الوطنية من خلال نقاط التفتيش، من خلال المداهمات الجماعية، من خلال تطويق المناطق، من خلال التضييق على المسيرات المرخصة أو المختر عنها كما حصل معكم؟ يعني واقع الأمر أن محاولة التدشين للخطة الجديدة التي يتحدثون عنها هي ليست دخول لواقع يعني لنقل واقع مواطنة وأمان وحل يعني وطني جديد، وإنما هي هروب من حالة عجز عن التعاطي مع حركة شعبية مرهقة مؤذية تسبب صداعا للسلطة. الناس حينما تقول السلطة أنهم يقومون بأعمال إرهابية، ما الذي تتحدث عنه حينما قتلت الناس وهم عزل يحملون الورود والأعلام، حينما كانوا يصرخون بحناجرهم ويتواجدون في موقع معين وجاءوا لهم وفضوا وجودهم بكل عنف ولاحقوهم في كل مكان. السلطة لا تستطيع أن تتحدث عن نفسها حتى فيما شهد عليها لجنة تقصي الحقائق التي جاءت وهي محايدة ولها مصداقيتها في نظر العالم، وقدمت جزءا من الحوادث ولم تقدم كل شيء، وبالرغم من هذا هي تقفز على هذا الحال لتقوم ولتستمر على ما كانت عليه، بل وتحصل حالات الاستشهاد أكثر مما كان قبل التقرير منذ 23 نوفمبر. حالات قتل المواطنين ازدادت، وحاولت السلطة أن تهرب من عملية التعذيب في مراكز التحقيق وأنتجت مراكز تحقيق أخرى لكي لا يكون هناك عليها مراقبة.